يسرني إذن مرة أخرى أن أسأل السيد جواد أن يتفضل مرة أخرى إلى الخشبة ليتحدث أكثر عن هذا المشروع الجميل. تفضل. دابا ما كنهضرش بالنيابة على شي واحد، دابا كان بغينا نقدم لكم هذا المشروع ديال باب البحر من جهة نحاول أن نقربكم من هذا المشروع أكثر. باب البحر مشروع استراتيجي مشترك بين شركاء تتميز شراكاتهم بالثقة المتبادلة. المعبر شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في أبو ظبي، ووكالة تهيئات ضفتي أبي رقراق التي هي مؤسسة عمومية مغربية. الوكالة مكلفة بتهيئ منطقة نهر أبي رقراق التي تتسع على مساحة 6000 هكتار في منطقة الرباط. المشاريع الرئيسية المنجزة لحد الآن هي جسر الحسن الثاني الجديد، الترامواي ديال الرباط وسلا، مارينا أبي رقراق، ونفق الأودايا. باب البحر موقع جغرافي استراتيجي، يقع المشروع في قلب العاصمة المغربية على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الرباط، وعلى بعد 10 دقائق من مطار الرباط سالة الدولي. النقل وسيولته مؤمنون بفضل جسر الحسن الثاني وترامواي الرباط وسلا. يطل المشروع على جسر الحسن الثاني وقصبة الأودايا ومعالم تاريخية مغربية مثل صومعة حسان وضريح محمد الخامس. تطلعات مشروعنا، نتطلع في هذا المشروع على بناء مدينة متكاملة في قلب منطقة الرباط سلا، ونتطلع أن نهيئ وجهة جديدة للترفيه والاستجمام. باب البحر وجهة متكاملة. مساحة المشروع 520 ألف متر مربع، مكونات مختلفة، محلات تجارية، مجمعات سكنية، فنادق، مطاعم، وحي للأعمال، مكاتب. قيمة الاستثمار الإجمالي للشركاء 750 مليون دولار. مشروع باب البحر تصميم هندسي فريد. لقد صممنا هذا المشروع مع مكاتب تصميم عالمية منها فوستنر اند بارتنر، كونفلوانس، وكريارشي. هذه التصاميم مستوحاة من سحر وجمال المدينة العتيقة للرباط وسلا، ويتميز بجودة عالية في المواد المستعملة. باب البحر وجهة تتسم بالحيوية على مدار السنة. مدخل مباشر إلى مارينة أبي رقراق، محلات تجارية، مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه، نشاطات رياضية مائية على نهر أبي رقراق، ونزاهات نهرية. باب البحر منطقة خضراء أيضا، حدائق خاصة ومساحات خضراء شاسعة، أراضي ممتدة على حدود النهر، وممرات مزروعة وساحات عامة. مركز للفنون والحرف التراثية والتقليدية. هذا المشروع يعطي قيمة كبيرة للميدان الثقافي في المغرب. سيكون متاحف متنوعة، صالات عرض متعددة لمختلف الفنون، ومعارض ثقافية وعروض فنية في ساحات الفنون. الشق التجاري يتسع على مساحة 60 ألف متر مربع، وسيحتوي المشروع على أكثر من 300 محلات تجارية، خدمات متعددة، متاجر ومطاعم، وخدمات ترفيهية ومعدات منزلية. منطقة جديدة للأعمال بفضل موقعها الاستراتيجي، ستتسع هذه المنطقة على 61 ألف متر مربع، وستكون مستعملة فيها مواد بناء صديقة للبيئة. تقدم سير أعمال البناء في باب البحر. الوجهتين الأولين
المارينا والنهر ستسلم للزبناء في الأسابيع القليلة المقبلة. وأول شطر في مدينة الفنون سيسلم في آخر هذه السنة إن شاء الله. ماذا سيقع في من أي مراحل داز هذا المشروع؟ بدأنا في البيع في الشطر الأول في فبراير 2010، وبدأنا في بيع الشطر الثاني في مدينة الفنون في يونيو 2012، وسنبدأ في تسليم الوحدات في غضون الأسابيع القليلة المقدمة. ماذا سيقع في المستقبل إن شاء الله؟ ستنطلق أشغال بناء فندق روتانا إن شاء الله في شهر سبتمبر 2012، وستستغرق مدة الأشغال 24 شهر ليفتح إن شاء الله أبوابه في 2014، وسننتهي من الأشغال بحي الحرف والفنون في غضون 24 شهرا إن شاء الله. اليوم جئنا لنخصص لكم الأولوية في عرض حصري خاص في شطر ثاني من مدينة الحرف والفنون، مجموعة جديدة من الوحدات السكنية في هذا الحي، مساحات مريحة، مساحات صغيرة، مواد بناء عالية الجودة وسعر جد مناسب. هنا شقق نموذجية، كاين شقق نموذجية فيها غرفة نوم واحدة، جوج غرف النوم وثلاث غرف النوم، والفريق ديال المعبر والفريق ديال باب البحر تحت إشارتكم للمزيد من المعلومات. شكرا على الانتباه، وأمسية سعيدة ومرحبا بكم.